وسلم على ضيوفك الكرام وصديق الكابتن ماهر همام. سيادة اللواء ازاي يا صحتك؟ حبيبي ربنا يخليك يا رب. سيادة اللواء، عايزين نعرف من حضرتك اخر الاستعدادات للجمعية العمومية ان شاء الله يوم الجمعة والسبت القادم، قول لنا وطمنا سيادة اللواء. لا بص حضرتك، هو بالنسبة للاستعدادات بالنسبة لمدينة نصر اول يوم الجمعة ان شاء الله كل حاجة بالنسبة للتجهيزات كلها كاملة ومتكاملة وكل حاجة انتهت تماما. احنا حضرتك عاملين يوم الجمعه ان شاء الله من الشيخ زايد 9 صباحا كل نص ساعه اتوبيس او اقل من نص ساعه، في 20 اتوبيس مخصصين في هذا الشان و20 اتوبيس ثانيين برضه مخصصين من النادي الاهلي بالجزيره. وانا يعني بالمناسبه يا ريت اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر يبقوا متواجدين، اهل الجزيره يروحوا مدينه نصر اول يوم واهل مدينه الشيخ زايد يروحوا اول يوم برضه مدينه نصر. ليه؟ عايزين الناس كلها تعرف يعني ايه النادي الاهلي. يعني ال 12000 ونص اللي مطلوبين انا براهن حضرتك ان هم هيكملوا يوم الجمعه اذا كانش اكتر، ومش مش يعني انا عايز ال 12 ونص دولت اول يوم وهيجوا اول يوم ان شاء الله. اعضائنا على قدر عالي جدا من الوعي، وهم انت حضرتك زي ما كنتوا بتتكلموا على فرقه الكوره ان هم بتوع التحديات، لو في تحدي هتلاقي كل النادي الاهلي موجود. طبعا سياده اللواء، عايز اقول لحضرتك حاجه بس عشان نفوت الفرصه اللي بيتصيدوا الاخطاء، بيتقال مش عارف ايه عضو مدينه نصر هيتقال قد ايه، كلنا واحد دلوقتي كلنا الاهلي ولا كتيره ولا الشيخ زايد، ده عضو النادي الاهلي. تمام، ده عضو النادي الاهلي، كله عضو النادي الاهلي. تمام، كلنا ده نادينا وكلنا لازم ندافع. اكمل لحضرتك كده. اتفضل يا فندم، اتفضل. ارتباط، ففي اتوبيس من الاتوبيسات من الشيخ زايد ومن الجزيره الى مدينه نصر، 20 اتوبيس هنا و20 اتوبيس هنا، ومرافقين معاهم مندوبين من النادي هيوصلوا مدينه نصر ان شاء الله، سواء من احد البوابتين لو في ناس بتستنياهم، هياخدوا كل الاعضاء اللي واصله، ناس كل المجموعه اللي هتشتغل في خدمه النادي الاهلي من موظفين ومتطوعين اعضاء، مش عايز اقول لك عددهم قد ايه، لوحدهم جايين، احنا عايزين نشتغل معاكم، عايزين نساعد. النهارده كان يعني مظاهره حب زي ما بيقولوا. هيبقى كله لابس الحرمله الحمراء، يعني كل اللي لابس احمر ده الراجل اللي هيساعد حضرتك جوه النادي الاهلي. الدخول والخروج يا فندم مهم جدا عشان من اول ما ينزل من الاتوبيس لغايه ما يرجع يركبه تاني. هيبقى معاه حد بيقول له الطريق، انت عارف عشان العدد ان شاء الله يبقى كبير جدا، وفي ناس ممكن خلي بالك وده اللي بيتكلموا فيه دايما، انت تلاقي الكلام على السلبيات اكتر من الايجابيات، يجي يقول لك هلاقي زحمه همشي والكلام ده، تقول ايه في المنطقه دي؟ لا حضرتك، ما انا بقول لحضرتك هيدخل العضو للجنه، الاعضاء هيعملوا حاجه واحده بس، هيخش حضرتك هيلاقي ال على باب الصاله، على باب الصاله من بره محطوط صوره كارنيه ومتعلم على رقم اللجنه بتاعت حضرتك. تمام، يعني هتبقى عارف وانت بتبص في الكارنيه بتاعك في رقم اللجنه. في كمان بره اثنين قاعدين باجهزه كمبيوتر عشان اي استفسار او حد مش عارف او يقول لك اسمي مش موجود او اي حاجه، هيلاقي في واحد قاعد، اثنين موظفين من عندنا هيرشدوه للي هو عايزه، غير المرافقين. هتخش حضرتك على اللجنه، هتمضي في الخانه بتاعتك قدام اسمك، وهتاخد بطاقه ابداء الراي، يتعلم عليها تحطها في الصندوق، وحضرتك تطلع تركب بعربيتك او اتوبيس. اعتقد ان ده مش هياخد اكتر جوه اللجنه من دقيقتين او ثلاثه. حضرتك في البدايه قلت لي جمله من قبل ما اسالك اي حاجه، قلت لي هنجيب الرقم وزياده وده تحدي كبير لاعضاء الجمعيه العموميه، ايه اللي خلاك قلت كده؟ ثقتي في اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي. تواجدي في النادي الاهلي طول عمري، عارف يعني ايه عضو النادي الاهلي. عارف يعني ايه ان هو بيخطط لنفسه، محدش يخطط له، محدش يفرض عليا حاجه، محدش يحط لي لائحه، انا عارف ايه جوه النادي. اللائحه الاستشهاديه باشمهندس محمود قال فيها حاجات، لكن في الاخر انا اللي عارف جوه النادي بتاعي ايه. واعتقد برضه تاني معلش يعني هذه اللائحه حضرتك المفروض ان كل نادي له طبيعه، الاهلي غير الزمالك غير اليوبلس غير الجزيره، كل نادي له طبيعه، كل نادي يعني في نادي لازم يديله 12، في نادي يديله 9، في نادي يديله 5. صح، يعني الموضوع ما ينطبقش، هي الموضوع مش كله زي بعضه. وبالتالي اعضاء النادي الاهلي هم عارفين هم عايزين ايه، عارفين عايزين ايه في اللائحه بتاعتهم. غير ان اللائحه اللي حاططها النادي الاهلي حضرتك تقدر في اول جمعيه عموميه ثانيه مش ب 12000 ونص، ب 4000 تغير كل اللائحه اللي انت عايزها.
زي ما حضرتك عارف ان في الجمعيه العموميه اللي بتتعمل كل سنه ان من حق الاعضاء قبليها بيكتبوا حضرتك لاداره النادي مقترحاتهم او اللي هم عايزينه وبتتعرض على الجمعيه وبتتناقش. اذا حضرتك بمنتهى السهوله هتقدر تخش وتقول انا البند الفلاني ده انا متضرر منه وعايز اغيره، اذا اعضاء الجمعيه العموميه وافقوا هنغيره. تمام. الموضوع هيبقى سهل ان انت تغير اللي انت عايزه في لائحتك، وبالتالي ما حدش يحط لك لائحه مش هتعرف تلعب فيها ولا تغير فيها. تمام. يبقى حضرتك مره ثانيه نكرر عشان الناس تبقى عارفه ان بالنسبه اللي هيتحرك من الشيخ زايد في باص هيتحرك كل نص ساعه. تمام. هيوديك لغايه المكان وهيرجعك والامور متيسره جدا جدا جوه النادي للدخول والخروج حتى على مستوى التصويت بكارنيهك هتعرف انت مكانك فين، هتروح على طول وترجع على الباص بتاعك وترجع مكانك. ده كلام زي الفل وانا بحييك عليه وعلى المجهود ده لان اي حاجه بتنجح بالنظام يا سياده اللواء. تمام حضرتك. وبعدين الاتوبيسات فيها كل وسائل الراحه. الناس هتلاقي المايه الساعه كل حاجه هم عايزينها موجوده في يعني اعتبر ان احنا مطلعين رحله ان شاء الله. طيب الحاجه اللي انا كمان عايز اعرفها من حضرتك، في البعض بيجي بيقول لك الناس بتصوت مرتين وثلاث مرات والكلام ده كله، والنادي الاهلي طبعا احنا عارفين الجمعيه العموميه واحده من ارقى الجمعيات العموميه في مصر، هتعمل ايه عشان تفسد الكلام ده وتفوت الفرصه على الناس؟ طب حضرتك بقالك كتير في النادي الاهلي وكلنا وكابتن ماهر وكل الكباتن الموجودين عند حضرتك بقالهم كتير في النادي الاهلي. سمعنا قبل كده عن تزويد في النادي الاهلي، اشمعنى دلوقتي بنتكلم على حاجه مش موجوده عندنا اصلا؟ هي مش موجوده. هي حاجه احنا زي ما بنتوارث الصفات الكويسه وبنتوارث المبادئ جوه النادي الاهلي وبنتوارث القيم اللي احنا ماشيين عليها، واللي بيجي من بره اللعيب او 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 ما بيخش في زي ما بيقولوا في الصف على طول. اشمعنى دلوقتي بيقول ان احنا هيبقى فيه مرتين وهنمضي مره وهنمضي ثلاثه؟ هو ايه في ايه؟ هو في ايه؟ انا هذا الكلام لا اقبله على عضو النادي الاهلي ولا اقبله على ادارتي التنفيذيه ولا اقبله على مجلس ادارتي. مش صفات النادي الاهلي بيقول كده، ده راجل ما يعرفش النادي الاهلي حتى لو كان جوه النادي الاهلي بقاله 50 سنه. تمام. سياده اللواء في اي اضافه ثانيه حابب توجهها لعضو الجمعيه العموميه؟ اي نصيحه اي جمله؟ اتفضل حضرتك. روحوا قرروا لنفسكم اللي انتوا عايزينه، حتى اللي هو شايف ان اللائحه الاسترشاديه دي هو موافق عليها وشايف انها مناسبه ليه يروح يقول ان هو موافق عليها. يروح يقول موافق عليها، بس ما ينفعش ان انا عندي 150,000 الاقي ان موجود 2000. ده حتى يعني ده النادي الاهلي. روحوا قولوا ولا زي ما انتم عايزين. لكن لازم نتواجد، لازم نبين للناس يعني ايه النادي الاهلي. احنا مش اقل من اي نادي يكمل وحط لائحته ومشي عليها. صح. الناس اللي في اي انا ما بسميش انديه، كل اعضاء نادي هم حرين في اللي هم بيعملوه. لكن الناس اللي ما راحتش وما كملتش هم شايفين ان اللائحه الاستشهاديه بالنسبه لهم كويسه. لا احنا حتى لو شايفين ان اللائحه الاستشهاديه كويسه، لا روح وقول انك انت عايز ده. تمام. روح اثبت الناس اللي تحدث ان احنا مش هنجيب هذا الرقم، لا احنا هنجيبه. طيب هنجيبه اول يوم ان شاء الله. العضو اللي معاه كارنيه 2016 هيصوت عادي برضه؟ له حق التصويت. اللي جدد 2016 له حق التصويت، اما ما قبل ذلك فليس له حق التصويت. سيادة اللواء حابب تضيف أي حاجة تانية؟ أشكرك يا فندم، وتاني لو سمحتوا أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي روحوا وروا الناس أنتوا مين. أنا بشكرك سيادة اللواء على المجهود المبذول من الإدارة التنفيذية، حاجة محترمة حاجة مشرفة. دايما النظام بينجح، ودايما لما يبقى في نظام وتوعي جمعيتك العمومية ده مهم جدا جدا. بشكرك شكرا جزيلا.